لم أتفاجأ من قرار قطر، ولم أتفاجأ من قرار العواصم العربية العاجزة عن تسيير مسيرة واحدة نصرة لأطفال غزة ونساء غزة وأهالي غزة. هذا العجز والضعف العربي وخاصة ما قامت به قطر مشارك للمآسي الذي يعيشها الشعب الفلسطيني تحديدا في مدينة غزة ليل ونهار، والصمت العربي يهيمن على العواصم العربية خوفا من الإدارة الأمريكية وخوفا من إسرائيل. نحن نطالب يعني قطر بأن تستمر في جهودها المتمثلة بإنهاء هذه الحرب المدمرة التي يعني أثرت على كل مناحي الحياة، حولت حياة الفلسطينيين إلى جحيم لا يطاق، أو حياتنا أيضا إلى جحيم لا يطاق. وبالتالي الأمال متعلقة بأن تبقى قطر وتستمر في جهودها، كونها هي الأقرب يعني للشارع الفلسطيني أو للشعب الفلسطيني. احنا شعوب منكوبه، المفروض ضلها واقفه وضلها تسند فينا. انت مش بس المسانده انها توقف الحرب، المسانده انها تبعد العدوان كله كامل عن كامل فلسطين مش بس غزه.